تملنا أثرت على رجل النبي. احنا كنا لسه من قريب في مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مولد الهادي البشير. كل سنة طيبين، وتحية لكل الأدباء والشعراء وكتاب الأغاني اللي شرفونا في حفل النهاردة، والأساتذة العميد بوزارة الري ولحضراتكم كلكم. يا رب أكون عند حسن استماعكم بإذن الله. عشانك يا مولد. الفن ألغاز وفي ألفاظ مقبولة، وهدية الحب لو كانت أش تبقى مقبولة. والشتمة ساعة الهزار تبقى مقبولة. وحفلتنا الليلة دي هنا في ساقية الصاوي مع فرقة الأصالة ودكتور أمال فتحي، هي الأصالة وانتو كمان الأصالة، وانتم أصل الأصالة، ومن غير وجودكم مش ممكن تبقى مقبول. اوكي ماشي اوكي.